الإحصائيات تقول أن أكثر من 90% ممن يشاهدون فيديوهاتنا بشكل مستمر ليسوا بمشتركين في القناة. نرجو دعمكم من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إذن أعزائي المتابعين، وكما أسلفت بالقول في فيديو سابق، أجرت عناصر المنتخب الوطني الجزائرية حصة استرجاعية على أحد الملاعب المشوشبة اصطناعيا هناك بالموزمبيق، على أن تجرى الحصة التدريبية غدا في نفس توقيت المباراة، يعني في حدود الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت الجزائري، على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن المباراة. الحصة جرت بحضور كافة تعداد الذي استدعاه جمال بالماضي في غياب للإصابات. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. Thank you.